هذه الدائرة تكون قطرها إما 30 سنتي أو 25 أو 20 أو 10 على حسب الطلب الموجود في السوق. بالنسبة لهذا التنار عبارة عن أداة نخبز فيها الخبز هذا حق البيت، يعني لكي يأكل الناس أكل طبيعي نقي. هو عبارة عن مادة تمام تتكون من مواد عدة من البيئة نفسها، هذه نحاول نحن نشغل مواد البيئة الموجودة الذي شغلوها الأجداد السابقين، والذي حاولوا بإذن الله تعالى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يجمعوا هذه الأفكار وتصل إلينا ويتم الحفاظ عليها من قبلنا. التنور هي أداة تساعد الإنسان على الخبز. وظيفة التنور هو يعني يغنيك عن الفرم، يغنيك عن مثلا التنور الحديد هذا، هو صناعة تقليدية قديمة نعملها للخبز هذا، البر والمفحوش والقضوض هذا. التنور عبارة عن مكوناته عبارة عن طين من الزبر، وفي السابق كان نأخذ روث الحيوان، ولكن الآن تحدثت المسألة وتطورت فأخذنا نشارة الخشب اللي هو الوشر هذا، وكذلك مادة طينية يسمونها حفرة. هذه المادة الطينية تأخذ من الجبل، يكون بين الحصى ولا هذا يكون ميز، ما له ما في حفوات، يعني هي الطين نغرس صافي. هذه نخرية كنا أول قبل يمكن 25 سنة أو 27 سنة نجيبها من الغار، كان هذا في غار عندنا في الحزم في الدحقة، في بداية الدحقة كذا فوق نرفع، كنا نجيبه يعني كان في مشقة مرة بالنسبة للنغرة هذه، تخريها ونزولها ومدخلها من داخل يوم تجيبها، يعني كانت في مراحل ندخلها لمان يمكن قريب 25 متر أو 27 متر بالنسبة للغار هذا، كان ندخله بالتريكات أول. بالنسبة للحين الحمد لله يعني ونخريه لمان فوق الجبل، بعدين ننزله بمرحلة على الحمير، كنا ننزله لمان تحت. مادة تأتي على شكل قطع طينية دسمة تساعد الطين على التمدد أثناء القيام ببناء هذا التنور. التنور دائما نحن نبنيه بناية تقليدية على شكل دائري. أول مراحل التنار هو أن نأتي بالطينة والطين، الطينة نأتي بها من الجبل، ومن ثم نقوم وضعها في حوض للحوض فيه ماء، ونقوم بطرح الطينة وسطه ونخمرها كم يوم، يومين إلى ثلاث أو قبل يعني يوم حتى كامل، ومن ثم نأتي بالطين. يبنى على شكل مراحل، اولا يبدا بالاساس اللي هنا احنا نسميها الدبله، هذه الدبله
تكون مجموعة من الطين الزبر زائدا هبر الغنم اللي هو الشعر هذا. يتداخل مع بعضها البعض، ثم نعمل الصباح الباكر تو على الصباح الباكر عندما نأتي نعمل الدائرة هذه على حسب الطلب. ثاني يوم نأتي بالدمان، والدمان هذا يعني عبارة عن روث الحمير، ونقوم بتفتيته وتكسيره إلين يكون على شكل يعني حبيبات صغيرة. ثاني يوم الصباح نعملهم على الوشر، هذا يسمونه الوشر حق ذا أو الثر حق الحمار، هذا الدمان نسميه أول، عشان يساعده على ماشي تشريق، يكون ماشي تشريق ويحافظ على صلبته بالنسبة للنار. نطرحه فوق الطين ونقوم بتدحيق هذا الطين، دحق الطين دحقه يعني دحق جيد إلى أن يتداخل، يعني يكون متداخل متماسك أكثر، ونقوم بهذا الطين، ومن ثم نيجي على الطين هذا أن يأتي واحد عامل يقوم بفحص الطين وضربه مداخلته مداخلة جيدة حتى يعلى على شكل دوائر. هذه الدائرة تكون قطرها إما 30 سنتي أو 25 أو 20 أو 10 على حسب الطلب الموجود في السوق، ثم تبنى على شكل طريقة تقليدية بضغط اليدين عليها ورفعها وسبكها حتى تعتدل وتكون على شكل ارتفاع قد لا يزيد عن 20 سنتي. دري على مراحل 3-4-5 مرات يعني طبقات، نسبر فيه الصباح ننهي يمكن الظهر. وهكذا قطعة ثم قطعة حتى يبنى ذلك التنور، وعلى شكل التنور المطلوب. إذا كان التنور صغير فتكون بنايته من 3 قطع، إذا كان التنور كبير تكون بنايته من 4 قطع. بعد ذلك يتعرض للشمس في وقت يتراوح ما بين 2-3 أيام، ثم ينقل إلى منطقة يسمونها منطقة الغراق، يكون له جدار من الحديد أو يكون له جدار من الزنك، ثم يوضع ذلك التنور بداخل هذا الحديد أو الزنك. بالنسبة يعني تجهيز البيت حق النار من برا، نقوم يعني بعمل خوابيت صغيرة، هذه زي المسامير لكي يماسك الحديد بالحديد، نقوم بتركيبها ولف وتجهيزها وتركيب الحديد مع بعض ولفها وعملها على شكل دائري وركب النار فيها، هذا هو المبنى حق النار.
نعمل له عازل حراري وهو الرماد هذا الأسود، نقوم نسويبه ما بين المبنى حقة النار وما بين الحديد، ونقوم بحشوه ودهكه قوة حتى لا يتشقق. بعد ذلك نأتي بطين من الزبر ومعامل مع نشارة الخشب اللي هو الوشر هذا، وكذلك الشعر يتداخل مع بعضها البعض، ثم نعمل الصبر، هذا الصبر اللي هو الدبلة الأخيرة التي تأتي على رأس هذا التنور. يترك لفترة زمنية تتراوح ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة، ثم يعمل لذلك التنور البرم. بالنسبة للبرم هذا يعني هو المرحلة الأخيرة، هذا نقوم به هو مادة حجرية تعتبر يعني نضيفها إلى بالنسبة للطين والطينة والبعر، هذه مادة يعني تعتبر مادة مهمة وهي البرم آخر الشيء. المرحلة الأخيرة هذه نأتي به من شبوة برم من الجبال عبارة عن أحجار سوداء ندقها ونطحنها بالطاحونة ونخمرها نعينها يعني إلى 3 إلى 4 أيام لين يستوي، بعدين نقوم بطلية النار به من داخل طلية النار وروكه أكثر يعني، وهذه هي المهمة. هذا البرم نسميه نجيبه على أصحاب شبوة في جوان يكون، ثم ندقه ثم نعمله للطاحونة ندققه ونعمله، بعدين نخلطه مع شوي مع الطين نفسه هذا اللي نجيبها من الجبل، ثم نمزجها مع الماء، وبعد ذلك نتركها لفترة ما بين 20 إلى 24 ساعة تريخ هذه المادة، ويأتي الصباح الباكر ويأتي الشخص المخصص بهذه العملية نسميها عملية التسويف، ويعمل على إزالة إن كان هناك شوائب بداخل التنور، ثم تضع المادة هذه على جدار التنور، ثم تراك بقطعة حجرية بحرية، هذه القطعة الحجرية البحرية تكون من نوع دائري أو نوع مستطول، أهم حاجة أنها تكون ملساء. داخلها ونعمله بعدين على ترويك روك يعني يسمونه روك عشان يمسك ويساعد على نزول الخبز، هذا تكون مراحل وتكون سهلة بالنسبة للخبز، يكون عازل بين الطين والخبز. نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم، نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس. الفرق بين التنار الطيني والحديد، التنار الطيني طبعا مكوناته تكون من الطينة
الطبيعية، هذه الطين اللي حنسميها الزبر، الطين الزبر. ونقصد بالطين الزبر هو الطين الذي يمر عليه أو يكون على ممر السيل حتى يتشبع بذلك السيل. بالنسبة للفرق بين التنار الطيني والتنار الحديدي، هذا التنار مكون من حديد، والحديد فيه مواد بعضها سامة، وبينما الطين تكون فيه مواد طيبة جدا. يعني لما يخرج الخبز الذي من التنار الطيني والذي يخرج من التنار الحديدي يكون هناك فرق في الطعم وفي الذوق وكذلك في الشكل. الشيء الآخر أنه التنار الطيني ممكن أن نخبز فيه، هذا يسمونه القرص المفحوص، وكذلك البر اللي يسمونه بعض المناطق يسمونه الممطط، هذا تمام يخبز في ذلك التنار في ذلك التنور الطيني. بينما الحديدي لا تستطيع أن تخبز هذا البر المسمى أو ما يسمونه في بعض المناطق الخبز الممطط، لا يمكن أن يستلمه التنار الحديدي أبدا على الإطلاق. هذا التنار يعتبر طبيعي كأنك تخبز في حجر، وأما التنار الحديد يعني هذا اللي عن ممارسة بعد الزمن يعني يتآكل الحديد ويخري فيه زي الصدى، لكن هذا يعني طبيعي ومن أجدادنا وما قبل أجدادنا كانوا على هذه التنانير. هناك فرق بين الطبخ بالغاز والطبخ بالتنور اللي هو على الحطب. نحن دائما نقول عندما يتعرض ذلك الخبز للحطب تكون له هناك تكون له نكهة، يكون له طعم، يكون له حلاوة في الذوق. لكن عندما يكون على الغاز هناك سر إلهي يختفي في هذه القطعة الخبزية، هناك سر يختفي دائما، فلا نطعم هذا الخبز الذي ينشأ عن التنور مثل الخبز الذي ينشأ عن الحديد اللي عن طريق ذلك الغاز. فنجد الخبز الذي ينشأ عن التنور عن طريق الخشب سبحان الله مع خروج ذلك الكبر المسمى مادة ثاني أكسيد الكربون، لما يتحد مع هذه المادة يعطيك نكهة في ذلك الطعام. مثل ما نعرف نحن سابقا في التعليم لما نقوم بصناعة الجبن لابد عليها أن تمرر على مادة ثاني أكسيد الكربون حتى تعمل لها عملية الاتحاد أو تجلط هذه المادة. تختلف من منطقة إلى منطقة، مثلا أهل اليمن وخاصة أهل حضرموت صناعة زي هذه حقنا صناعة يعني قديمة، وفيه صناعة زي في تريم نفس هذه الصناعات بس يعملونه محروق بدون برم، حريق خالص، يعني يعمل التنور ويحرقه يكون يعني محروق. ونحن يختلف يكون بعدين تحرقهم على الرشون أول مرة يمترشن فيه، وهذه يعني تعتبر الحريق حقه. ونضيف نحن له مادة البرم وهي مادة حجرية ناعمة، وفي برضه كما صنعاء يعني ما يكونون مقاربين لأهل تريم صناعة تنانير بس محروقة. في المنطقة عندنا هنا منطقة الحزم وبالذات هنا عندنا في المعمل لا زالت العملية التقليدية موجودة إلى يومنا هذا. يعني لما نتحدث عن الطريقة التقليدية هي طريقة سبك التنار عن طريق الأيادي، ولكن لو انتقلنا في بعض المصانع وبعض المناطق الأخرى منها تريم وغيرها سنجد أن التنور الآن يصنع عن طريق المثابت. المثابت هي عبارة عن قطعة حديدية مدورة تمام، يعمل ذلك العجينة الطينية باللصق بهذا الجدار باللصق هذا الجدار، ويكون هناك عازل بين القطعة الحديدية وكذلك القطعة الطينية، مادة يسمونها أو قطعة يسمونها قطعة الشراع. هذا الشراع يكون عازل بين الحديد وبين القطعة الطينية الذي تعمل على جدار ذلك الحديد، ثم تأخذ فترة زمنية معرض للتيار الهوائي أو الشمس، ثم يؤخذ ذلك المثبت
يؤخذ ذلك المثبت وتظل هذه القطعة الطينية التي قد وضعت على جدار هذا المثبت بشكل عام واقفة، تترك الفترة زمنية ما بين الخمس دقائق إلى عشر دقائق، ثم تخلع منها القطعة الشراعية هذه، ويظل هذه القطعة الحديدية أو القطعة الطينية قائمة على شكل تنور. وهذه صناعة التنانير ليست صناعة التنانير فقط، وإنما نحن نصنع في صناعة اللحم للمندي، صناعات مخصصة للحم المندي، تنور خاص باللحم، ولأهل المطابخ هذه يستخدمونه، وفيه تنانير للمخابز، أصحاب المخبز، الذبل، الرشوش، هذا كله يعني يستخدمونه تنانير كبيرة. النار العادي الذي يتعرض أو الذي يعمل على شكل عمل للعجينة والخبز، هناك فرق بينه وبين التنار الذي يعمل على شكل اللحم المندي. الذي يأخذ على شكل اللحم المندي قد لا يراك بالبرم روكا جيدا، تمام، قد نحن نروكه بالطينة الجبلية، وقد يراك بالمادة الطينية الموجودة بداخل ذلك التنار، وقد يوضع فيه البرم، برم بسيط جدا، ثم يراك، ما هو لازم ان احنا نعطيه النوعية او نصل الى درجة الملس، ما هو لازم ان احنا نضع الى درجة الملس في هذا التنور بالنسبة للمندي. وكذلك التنور المندي يكون هناك فيه ثقوب من اعلى حتى يضع ذلك المسامير عليه، وتكون بنايته مغلظة، ليس مثل التنور الذي يتعرض إلى الخبز، تكون البناية حقه حطيطة جدا، لأنه الذي يصنع من أجل اللحم المندي لابد أن يكون هناك الجدار حقه سميك جدا حتى يتحمل درجات الحرارة العالية التي توضع فيه. النار هو بس مش مخصص للخبز فقط، وإنما مخصص بعضهم من يسوي الصيد فيه، وبعضهم يسوي اللحم فيه، وبعضهم يسوي عصيد هريس وسطه، هذا النار تسكين الرز هنا. قد الحرمة ما شاء الله تبغى توفر غاز على نار هادية، خلاص يشلون الطسعة النار ويوفرهم غاز. الطباخات بالتنانير عدة، أصحاب المنطقة الساحلية ما تسمى بالمكلة يأخذون هذا التنور بس حجم صغير جدا، يعملون له ثقب من الأسفل، ويستخدمونه لإنجاح السمك، يعني السمك المدهور هكذا يستخدمونه عن طريق الفتحة الصغيرة، تدخل ذلك الهواء، وممكن أن احنا نطور ذلك التنور بوضع حلقة من القصبة على شكل دائري ولها ثقوب صغيرة، ونشبكها بداخل الغاز، ثم نشعل ذلك الغاز في ذلك التنور، ونضع ذلك السمك حتى ينجح عن طريق طريقة ما تسمى بالمدهور. إقبال الناس على شراء التنانير الحمد لله على مدار السنة مستمر ولله الحمد، والمصانع شغالة، الله كاتب الرزق لكل إنسان، والصناعة يعني إقبال عليها من داخل اليمن، من برا اليمن، من المحافظات، جميع المحافظات، بالنسبة للناس اللي تعرف التنانير واللي عاشوا بعضهم في البلاد هنا وهاجروا برا، هم أكثر يعني يطلبونهم إلى برا. لله الحمد والفضل والمنة أن هذه صناعة التنور تزداد يوما عن يوم. كان في السابق أنا عندما كنت أذكر في هذه المنطقة كان مصنع واحد فقط، ثم انقسم ذلك المصنع إلى قسمين، ثم بعد فترة من الزمن انتقلوا هؤلاء الأخوان بالعمل في هذا المكان عندنا هنا وعند الأخ محمد سيد عكيك، وخرجوا على شكل إيش، وخرجوا وفتحوا ذلك المصانع مرة أخرى، ونلاحظ أنه تزداد المصانع في هذه المنطقة. الآن عندنا أكثر من 10 مصانع تقريبا في هذه المنطقة. إن دل
هذا العدد الكبير فإنما يدل على الإقبال لشراء ذلك المادة. دائما نحن نعرف أن المادة لما يكون لها طلب تمام في السوق دائما يكون لها إنتاج أكثر فأكثر. لو كان هذه المادة ليس لها طلب فلا يمكن أن يكون هناك صناعات كثيرة، ولا يمكن أن يكون هناك أسر كثيرة تشتغل في هذه المهنة، إلا أنها لها إقبال من المجتمع بشكل عام، طريقة تقليدية، طريقة قابلة للتطور، طريقة دائما نجد أن كل بيت لا يخلو من واحد أو اثنين أو ثلاثة من التنور في ذلك البيت. هذه المهنة أخذتها عن أخي الأكبر، وجزاه الله خير، يعني هو اللي علمنا إحنا إياها، وما شاء الله الحمد لله انطلقنا فيها بشكل ممتاز ولله الحمد، يعني نعمل ونصدر إلى الخارج وفي البلاد نبيع هنا اللي الوادي والصحراء ما شاء الله بالنسبة لحضرموت نصدر وإلى دول برا، والله ولله الحمد يعني مهنة طيبة. اعتبر هذه المهنة مهنة يعني متعة، اعتبرها متعة مش أي كلام، لأننا ليش؟ أولاً يعني تقتات منها، تأكل وتشرب منها وتحت بيتك، وأفضل شيء أنك يعني عملك الخاص هذا.